ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدر كيف النار تكويني. أمفلج ثغرك أم جوهر ورضاب رحيقك أم سكر قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر والخال بخدك أم مسك نقضت به الورد الأحمر أم ذاك الخال بذاك الخد فتيت الند على مجمر عجبا من جمرته تذكو وبها لا يحترق العنبر يا من تبدو لي وفرته في صبح محياه الأزهر فأجن به بالليل إذا يغشى والصبح إذا أسفر ارحم أرقا لو لم يمرض بنعاس جفونك لم يسهر تبيض لهجرك عيناه حزنا ومدامعه تحمر يا للعشاق لمفتون بهوى رشا أحوى أحور إن يبدو لذي طرب غنى أو لاح لذي نسك كبر آمنت هوى بنبوته وبعينيه سحر يؤثر أصفيت الود لذي ملل عيشي بقطيعته كالدر يا من قد آثر هجراني وعلي بلقياه استاثر أقسمت عليك بما أولتك النظرة من حسن المنظر وبوجهك إذ يحمر حيا وبوجه محبك إذ يصفر وبلؤلؤ مبسمك المنظوم ولؤلؤ دمعي إذ يحمر أن تترك هذا الهجر فليس يليق لي مثلي أن يهجر فجل الأقداح بكف الراح وخل يسارك للمزهر فدم العنقود ولحن العود يعيد الخير وينفي الشر هذا عملي فاسلك سبلي إن كنت تقر على المنكر فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر هو كهفي مني وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر
قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الدر أنا ساووك بمن ناووك وهل ساووا نعلي قنبر من غيرك يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر. كأني طولت عليكم. يا من تكرم بالهداية إن كنت قد رمت الجباية يا ربنا خذ ما تشاء ودع لنا كنز الولاية فهي السبيل إلى النجاة إلى الصلاح إلى الهداية إذ ليس تنفعنا جبال التبر في ظلم الغواية كلا ولا جسم كجسم الفيل ما الأجسام غاية فإذا أردت تكرما فارفع إلى الإسلام راية أموالنا أولادنا أرواحنا تبقى وقاية أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين أئمة المعصومين صل عليهم أجمعين أفضل الصلاة والسلام.